بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إثمثاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يوم الجمعة 27 شعبان 1437 موافق ليه 3 جوان 2016. عنوان حلقة اليوم غزوة الأحزاب، بين قوسين تسمى غزوة الخندق. كنت سمحت غير مثلا الدرسني عدان نمسليد في غزوة بني المصطلق التي انتهت بإسلام قبيلة كاملة، يعني تفوك الغزوة يكك الملان يعذونني من الرسالة، يعذونني في صلى الله عليه وسلم شمنا كل الإسلام أنقروا يعني جملة، اعتنق الإسلام. غزوة الأحزاب تسمى غزوة الخندق، وقعت في السنة الخامسة في شهر شوال على الراجح، وهناك من قال في شهر ذي القعدة من السنة الخامسة الهجرة. المهم هي غزوة الأحزاب، سميت بغزوة الأحزاب وسميت بغزوة الخندق. غزوة الأحزاب خطر اجتمع الأحزاب نجماعا، بنو النظير الذين يعني حملوا أحقادا كبيرة على الإسلام والمسلمين بعد إجلائهم من المدينة المنورة، صافي حقدا في سلمنا في النبي صلى الله عليه وسلم فغانا در نتصار، وداروا بعد مفاوضات داروا تنسيق مع القبائل العربية، مع قريش، مع غطفان، يعني قبائل عربية حاقدة على النبي صلى الله عليه وسلم، معاونا باش السقسين ثفث من الإسلام ودر نتصار يوين السن يضران، وقال كنت مجرح من سن الإسلام لنا صيام أيوان النجماع أحزابا جماعات من أجل حرب الإسلام باش أنهود الإسلام ونسقسي ثفاثيس، لذلك سميت بغزوة الأحزاب. وسميت بغزوة الخندق نسبة إلى الخندق الذي حفره المسلمون تحت إشراف النبي صلى الله عليه وسلم باقتراح من سلمان الفارسي. سلمان الفارسي ذن سيدي كان مقترح الأحزاب نجماعة عند الآلاف من الجنود راهم جايين باش يعني يردوا الثأر باش يقضيوا على الإسلام، سد فكرة إفكاس سيد سلمان الفارسي وهي ما يتعلق بحفر الخندق حول خاصة شمال المدينة وهو المكان المكشوف في المدينة المنورة، وسنذكر الآن بعض التفاصيل. إذن تسميس غزوة الأحزاب ناد السبة غير، اسميس غزوة الخندق من ناد السبة أيضا. يلا ثورة أنفذوا دائما ذي المقدمة الثانية متعلقة بالغزوة. الغزوة اللي ابتلى الله عز وجل فيها عباده المؤمنين، جرب المؤمنين تجربة كبيرة جدا، الجوع يعني اللاز، حرارة، رياح، الإرهاق والتعب، وحفر الخندق في حد ذاته يحتاج إلى 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 جهود كبيرة جدا ماشي لأي إنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان القدوة العليا للمسلمين. زيد في هذه الغزوة نصر الله عز وجل عبده وهزم الأحزاب وحده وأعز جنده، معنى رب سبحانه أيضا أظهر الكرامات تأييدا للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. رب سبحانه الناس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. أولا أسبابها، أسباب الغزوة أسباب كثيرة ممكن يعني حصرها فيما يلي. السبب الأول قلنا عند خروج بني النظير عند إجلائهم من المدينة المنورة أندى روحا إلى خيبر، إلى خيبر، وقد ذكرنا ذلك في الحصة ما قبل السابقة. وبعدين هؤلاء يعني اليهود حملوا حقدا كبيرا على الإسلام والمسلمين، فصاروا يفكرون في الانتقام بين الحقد ذا مقارن قولا وننسى أسقارا إلى قد نرتصار إلى قد ننتقم من المسلمين، صافي هذا سبب كبير الانتقام
وترجمت الحقد إلى عدوان على الإسلام والمسلمين. اثنين، فيه تعاون خطر من القبائل نظام قريش يبث السايس في غول تدر تصار ثوف المناسبة بثاقي ثوف السبب ثاني من قريش في القبيلة غطفان كل القبائل العربية الحاقدة على الإسلام من موجذاقي وافق ما في نفوسهم من حقد وروح انتقام. أين لنتقولون اليهود يوفق أين لنتقولون المشركين؟ هكذا الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة من اثنين القبائل قيس قرن الكوين بغض النظر تصار يلا نجمعنا أدرن تصار سي الإسلام والمسلمين. خذ من يولفو فد حوي بن أخطب وقيم معروف من كبار الحاقدين على الإسلام والمسلمين كينات بن الربيع للوياض خذ من شغل وفد ملصق وقذاقي يلحون باش أورغانيزين ياك يعني التنسيق ير وقذا يخذ من الحرب كونتر المسلمين. ثورة نهضر ثانيا مبدأ عظيم جدا وهو مبدأ الشورى، كيف ترجمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى في ظروف الحرب في ظروف السلم والحرب. مبدأ الشورى مترجم حينما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر الأحزاب يبغض خبر نسن أبيكس وجدني ما نسن باش أدخل من الحرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده جهاز نتاع رصد تحركات العدو، هذا شيء طبيعي لأن كل إنسان كل مسلم في الحقيقة لازم يكون في حالة من اليقظة باش ذيعس الثغرينس نسد السثيثة لقد يفد، خاطر بعض الضربات يدركها المفكرون بعضها يدركها علماء الشريعة علماء الدين بعضها يدركها علماء التربية بعضها المختصون في الإعلام بعضها، خطر كل شيء يزمن كل الميسر لما خلق له. وقد يشفان ذي الوقت القرن في فرنسا كل يوم ذا شوم في ذي السوجل سيدي ربي التفضيون يتبع الأخبار وكيد الشغليس التفضوايض يتعسى يجمع الأموال لدعم الثوار المجاهدين التفضويات يهتموا بالأرامل واليتامى وجيل ثجال كيف شغليس ويض يصنع الخطط عنده أفكار يسعى أفكار بلك التفضويات يزرعون روح الجهاد لأن المشايخ الزوايا وكذا وقت اللي وكيف شغليس تكن روح الجهاد المجاهدين صبيرا إلى آخر كل يوم ولا قرب ماذا يليقين كل ميسر لما خلق له. النبي صلى الله عليه وسلم يسعى أجهزة تعرص تحركات العدو وقيل شغل سن النبي صلى الله عليه وسلم يديه الخبر يجمع المهاجرين والأنصار جمعهم وطرح عليهم الموضوع قال لهم باللي هم اليهود أكذ المشركين وقذقي أحزاب جماعة باش أخذ من الحرب يذنغ وذلولوف ماشي يعني ذا تجد حرب قوية جدا الأحزاب اجتمعوا ضد الإسلام والمسلمين المهاجر الأنصار فكان ذاك الرأي ينسم وقفنا كذا النبي صلى الله عليه وسلم ساق لغيري في السراء والضراء أي نظران مرحبا وذينا يحضر سلمان الفارسي من سام مستشار خربين في صورة الشورى صورة كاملة تحمل هذا العنوان سورة الشورى العلماء علماء التفسير نمد مادة مثل سورة اسم كامل اسم سورة الشورى باش نفهم باللي مبدأ الشورى مبدأ أساس في حياة المسلمين سلما وحربا مبدأ أساس في التجارة في إدارة الحكم في شؤون التربية والتعليم في جميع مجالات الحياة لا يمكن الاستغناء عن مبدأ الشورى. زوال مبدأ الشورى يساوي الطغيان والاستبداد. قرنك استقبالتي من السيفيت مشاورني مولان يتسد فنين زيض خطر مشاور في الناس والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس مشورة للناس للصحبة الكرام طبقا لقوله تعالى وشاورهم في الأمر والندل الآية نزلت بعد غزوة أحد
اللي صار فيها انهزام المسلمين، مع ذلك تثبيتا لمبدأ الشورى أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بملازمة مبدأ الشورى وشاورهم في الأمر. والآية هي سورة الشورى الآية 38، ربي ندوى أمرهم شورى بينهم. سلمان الفارسي، انت سي فارس، وإذا قد غنفهم أيث مثلا بل الإسلام يفرق ويجمع، الإسلام يرفع ويضع. شو المعنى يصل القواعدك؟ ما عندك تسكن إكس دوكولا ذي الإسلام إقرف ذنك سلسل ذي الإسلام. سلمان سي فارس، بلال سي الحبشة، صهيب سي الروم، وثني جميع ري ذمن شي ذمن جرسا، ولكن شو ثني جمعا رباط الإسلام. ربي ناد إنما المؤمنون إخوة، يغدني غوالا كيفاش الانسان يستشعر اخوته بالمسلمين للمسلمين كمسلمين بغض النظر عن نسبهم، بغض النظر عن اجناسهم وجنسياتهم. دين سلمان، دين سلمان، انما المؤمنون اخوه. إناد بلال منا آل البيت، يعني في كاس الشرف يجريث ذوك فرنسا كين آل البيت. سلمان الفارسي، إناد سلمان منا آل البيت، باش نزر أمشي سفك الشرف النبي صلى الله عليه وسلم إيو كذاكي غاسوتني الشريك ري ذما. أدفض أبو لهب ذا عميس يروح كيناكو يا أخي ذا عميس ذي ذا منيس وذنسي سينان تبا لك آلي هذا جامعتنا اسمي سني سول النبي صلى الله عليه وسلم اي قولوا لا اله الا الله تفلحوا. انت سني سول لا اله الا الله افريد انتيتس اني ثني ثني عجيب الحاسيس ابو لهب وكذا اثي شبان ذيني سينا تبا لك الي هذا جماعتنا يذعر في النبي صلى الله عليه وسلم بالتباب والهلاك والقطع والخسران. هذه معاني محتمله من في كلمه التباب ولكلمه التباب ذيد نزل تبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب الى اخر الصوره. وهذه الصوره ستظل تتلى ويتلوها الناس وحيا طاهرا الى ان تقوم الساعه. وسينار النبي صلى الله عليه وسلم فصورتاكي تنزل دغف عمي عمي ميثمني الى قد تفرغ باش تسون الغاشي. لا ثقيم اتندي المصحف ذي المسخه تقول أوند كذمارنا كلمة نقال دونيث صافي. ذا شو الفرق هنا؟ ذا عمي سيدي منيس، ولكن الله غالب. سلمان سي ذاكين فار سي فارس صهيب سي روم سي روم بلال سي الحبشة وكذا كياك ذي الإسلام يسني في كنزال. وثن ذاك سلمان الفارسي إفكاد الرئيس يرنا معتبر معتبر. وسينا راك شيني سي فارس ماشي ذا عرب ماشي سي قريش ماشي سي بني هاشم، ولكن الاسلام شرفه ورفعه. ذا كذلك بلال ذن سي مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم من ميد مكثر الرسول مكثر بلال ميد مكثر بلال مكثر الرسول صلى الله عليه وسلم مؤذن، هو من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف رفع الله قدره وسيظل هكذا إلى الأبد يذكره الناس. بلال بن رباح هو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف رفع الله قدره ورفع الله شأنه. سلمان الفارسي كان حاضرا إن يسيا رسول الله يفكاد الرئيس تهجني الحرب. إن إذا كنا بأرض فارس إمي الله غيث مرتقنا من فارس وتخوفنا الخيل نقال سي الخيل مادا بس نظلم الفلانة خندقنا علينا فهل لك يا رسول الله أن تخندق؟ إني سيمكن خدم الخندق قد خدم أنت سرفت حفرة أتزيك المدينة باش أرزمرنا يعني يعذون أدعى الدين. وثقي طريقة جديدة لم تكن معروفة في مجال الحروب السنارة وعرافة السنارة ماهيش معروفة وتوسنارة. والنبي صلى الله عليه وسلم اقفلت
سي سلمان المسلم الفارسي يقبلت. بعد التشاور استقر الرأي على حفر الخندق مشاورا النبي صلى الله عليه وسلم أو كل الصحابة قبل من رأيه. خدمت في شمال المدينة أي غر خطر ذنسا الجهة المكشوفة الجانب المكشوف أمام العدو، ولكن المكنوية ذغرة مثلا إلا مقام جبل سلع عندنا وذراء ذينا إلى الحصن حصن منيع، ولكن الجهة المكشوفة وقاذي روحنا المدينة من وراء تصوض ما تستقسم. فقط كان سير المسجد النبوي رحت الجهة الشمال المدينة وندينا مكان أمكان معروف عادي وندين لهم في صاص مدينة يخدم مسمس أمكان كي عالي كان يراقب ويرعى حفر الخندق، وإن كان يصلي وكان يدعو الله عز وجل ويتضرع إليه بالدعاء طلبا للنصر والعون أشتقيك وضراء صافي ثقي على وقت مغادي التفاصيل ما ندخلش في التفاصيل خطر في التفاصيل دقيقة ومثيرة جدا. وكل 10 صحابة من الصحابة أذغيزن 40 ذراع كل 10، وبعدين يخدم كذلك مجموعات الحراسة وخدم مجموعات لمراقبة الجودة مراقبة هل ترى الشغل يقرزنا خاطئ خطر خدم الخيل يعني خدم ثسرف ثقين غلل الحفرة يجي بالشكل اللي ميم الخيول ورزمير هذه الصوت هذه جلبة هذه ما يصوت يغلي داخل صافي معناتها ما يقدرش. فبالتالي إذن كل هذا يعني تقنيات الحرب استثمرها النبي صلى الله عليه وسلم يخذ النبي ذا الرسول، ولكن من ذي الحرب يلا يلا دفاعا عن الإسلام ورزدين غفيون وقال كيف أنا تصدمن في المدينة يقيس الفكرة يقي بعد استشارة الصحب الكرام منهم سلمان الفارسي كما بينا. طيب نقدر نثقل أمر جديد يعني في غير معروف، لذلك العدو صار له مفاجأة مذهلة سوربريز وريث مارا في الناس وريث سينار لشغالاقي وريث سينار لشغالاقي، وكان هذا عاملا من عوامل النصر. والزرامة يثنى في كل مرة نكرر باللي المسلمون مطالبون باتخاذ الأسباب، المسلمون مطالبون باتخاذ الأسباب وعلى الله النتائج. فإذا نظرة مهمة إنسلم أذي خدم الأسباب أذي رجو ربي سبحانه أماكن كن دنيغة أفلاح أتسي زرع وذي خرز وذي رجو ربي جامي نفا أفلاح السمغي دنامة أفلاح ودي السمغي رضا ربي دي السمغي، ولكن أفلاح ودي الصحارة أذي قيم دخان هذه الظالة هذه ذو عواسينك تشيلها فربي تشيلها فربي ذن تسيد ترزيقا تسيد تربيك ترزيقا، ولكن وهذه عقيدة الرزق من عند الله ربي الناد وفي السماء رزقكم وما تعدون آية والناد وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فربي تسيك المرزاق وإنه وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وإنه ذا الحديث لو الحديث النبي عليه الصلاة والسلام توكلتم على الله حق توكله ذا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا، لو كانت سلمة فربي مليح أكن يرزق ما كن يرزق الذيور الذيور الفغن الصباح فرغن ذا بغنسن سيلاص ودغالا أروان تعبط أمشي أروان غور سيدي ربي إفكيس الأرزاق نسن صافي وين يغر ناكل آيات أكذ الأحاديث أحيني ما نخدم ما نردم هذا ربي كثر الزقا، ولكن مشاكل دين الشرع الشرعي ناد أخذ مثل الأسباب نخدم فلاح هذه كرثة في الجريث وهذه السفر ثيوة وذي في الزريعة يرثو يثيس وذي زرع وذي خرز وذي أرجو ربي. أم بعد إما إلا تقولوا في ذولاش
ويتسيسر دائما ذيني مقارن لوكاس انتي حساب وفلاح وسنتي زرع خطر الفلاح يسعن نية يتشيل في ربي يزرع يعتسب ما يفكى ربي الله يبارك مدي يفكى لا غادي يفكى هذا نفتح قوس بالنسبة للممتحنين في البكالوريا والشهادات الأخرى السيني من اتخذ الأسباب يتوكل على ربي ويستنى النتائج ومرحبا بالإعطاء خطر ممكن طالب تلميذ يقرأ 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 وما ينجحش ممكن هم ثقوا فلاح يزرع يخرز ولاش أماكن ممكن هذه يزرع وتغلف وهي القاعدة الأساس من جد وجد ومن زرع حصد هي القاعدة الأساسية ولكن لكل قاعدة استثناء لحكمة أرادها رب العزة جل جلاله المهم الإنسان لا يأس أم فلاح أني وريت سيسر النية وفلاح أخيني من قبل سعي وذغ وكذلك اللي ممتحن ورصب في القراية وكذلك في التجارة وفي كل مجال الإنسان لا ييأس نتعلم هذه العقيدة في هذه الوقائع والأحداث اسمه تعليم بالأحداث تعليم بالأحداث ذكرنا قبل حين قصة إبراهيم وأشرنا إلى قصة موسى وقصة يوسف صح؟ وقصة يوسف مع يعقوب مع أبيه يعقوب ومع إخوته ولقد كان لا يسمي الشمس لوني وعر لا يس الإسلام يتحارب لا يس ما يزدغ ولون يتهد إمذانا ضير أي واحد يائس والآن من عوامل من أسباب المرض كما يقول سادة من الأطباء هو اليأس ديغوتيل ستريس وانغواس وكذا وبعدين دعوك ذلك هذا الشيء من السكر من بعد السرقية تفضي من ساعة 14 سنة 20 سنة شيء من السكر لذلك ننسى الإيمان الإيمان يجعلنا ننسجم مع القدر ننسجم مع القضاء والقدر أديني مرحبا استشار سلامة الآية سورة البقرة 155 وبشر الصابرين وبشر أي غردناك خطر الإنسان الصابر هكذا سيدنا يعقوب إن يسفى صبر جميل والله المستعان على ما تصفون وكني اجتمعت عوامل اليأس اجمع دراويس إن يسلا تيأس من روح الله يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون مع اجتماع عوامل اليأس يزرع الأمل النبي صلى الله عليه وسلم ذي الغزوات كاملة وهذه الغزوة بالذات غزوة الأحزاب الذين اجتمعوا ضد المصطفى وضد الصحب الكرام النبي عليه الصلاة والسلام استقر رأيه على حفر الخندق هذا اتخاذ الأسباب بعد مشاورته للصحابة ومع ذلك كان يراقب حفر الخندق ويخدم التخطيط وزع الصحابة مجموعات مجموعات من كل 10 صحابة لازم يحفروا 40 متر 40 ذراع وبعدين كان مجموعة تراقب الجودة والنبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يشارك الصحابة في الجوع وفي تحمل البلاء والابتلاء وفي حفر الخندق إلى آخره في ثالثا عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان والنساء لماذا؟ إليون الحصن اسمه حصن بني حارثة ذينا يجي وثيلة وين جنس المنى وكذ وراش يمشطح يقردان أي غار خطر أمكانني محصن ذيني نجمع ثيلة وين وكذ قردان يمشطح وكذا أي غار خطر المجاهد إذا كان خائفا على أهله وخائفا على أولاده تضعف معنوياته هذا ضعف إما إلا اطمأن إلى أن أهله وأولاده في مأمن معناه يفكيس قوة معنوية رفع معنويات المجاهدين هذه مسألة مهمة جدا أم جاهز إما إلا يزرع ثوشوتيس إما يقول ذا أنت مطوثي سيس كذا يكفي الأمان
يسعوا القوة. إما إلا هذه روح هذه جاهد نسى وريه النار صفوري تسيلي راه قوي. وثقي بالمناسبة مسألة معتبرة في جميع الغزوات. تذكرون في غزوة أحد أسم انتشر خبر وفاة النبي مقتل النبي صلى الله عليه وسلم باللي نغات ظهر ماشي ظهران شوفوا الخبر بلي يموت وكذا لتحطيم معنويات المسلمين. ذينا بعض الصحابة وغالند إلى المدينة المنورة وغالند يعني جو في من أحد إلى المدينة أي غار لحماية النساء والصغار سقر المدى من نهازم من نهازم أذن ثني القزم مثيلا وين خاطئ إقوار ذن خاطئ وليت كان خطر بعض الناس يقول لك أمك يون مع عمر مخطاب يرولد سير المعركة ودير سير المعركة يروح باش يحمي النساء وكل يوم أمشي وفق رب سبحانه عز وجل كل يوم أمشي وفق رب سبحانه كل ميسر لما خلق له. النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى واهتم بالصبية وبالنساء بنساء المسلمين أندثني جاء في حصن حصين اسمه حصن بني حارثة وهذا الحصن جعل الصبية والنساء في مأمن كامل من أذى العدو تصورنا له. وثقي طبعا عنده أثر نفسي كبير على المجاهدين احنا ذي لنسى عن قوة معنوية ودائما الجانب المعنوي مهم سمحت لي أمقول لقشيش ميش بالامتحان ما يسعى المورال نقارا المعنويات مرتفعة الله يبارك هذيك تبين السن إما إلا يغرى مليح ولكن يشم منهزم منكسر ويسعى الاسبري دو فانكر ويسعى الشمس النية نتاع النجاح العزيمة مي التضييع ضعف أي نكسر هذا سيروح إذا كان بلوكاج لذلك أنا نقول ذا ندفغن أكيد نوصل غرا والسن غرا أماكن غري غرا يبلوك المخيو لذلك الشيخ أثناء حرز ربي وكذا مولا يحرشن وكذا تسكن تفورتيفيين لابسيكولوجي قردان كينك شم منتصر يشم بعقلية الناجح ماشي بعقلية المنكسر المنهزم وثاقي ماشي كان ذي القراية ذي القراية ذي تجارة ذي الفوتبال مين ذي البالون يعني وكذا زرنا كل شوالي في جميع المجالات. رابعا مشاركة الرسول صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق يليد السن وسنين نرى روح تتغيزم الخندق ما ذنكيني للرسول القيم إدعوة الخير كان خاطئ شاركه شارك الصحابة في آلامهم وفي أمالهم يلوزن لكن اللوزن يلوز أكثر يتأذى أكثر من الصحابة وتجد فيها معنى رفع المعنويات للصحب الكرام وإعلاء للهمة وشحذ العزيمة إلى آخره. ورب سبحانه يناد في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه هو القدوة الحسنة قد كان في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة إلى آخره. ثورة نقطة الخامسة نختم بها إن شاء الله نذكر أهم الفوائد المستفادة من غزوة الأحزاب من غزوة الخندق لانت حوالي 20 فائدة نركز على أهمها. ذا شو أنت الفوائد؟ ما هي النظرات التي نستنبطها أو ما هي الفوائد التي نستنبطها من هذه الغزوة؟ واحد الكفر ملة واحدة الكفر ملة واحدة كيف اجتمع اليهود مع القبائل العربية المشركة كقبيلة غطفان قريش كذلك مرة نجمع نأكد اليهود ضد الإسلام والمسلمين نستنبط هذه القاعدة الكفر ملة واحدة الكفار أكد المشركين نجمعا ضد الإسلام والمسلمين هذه فائدة مهمة ولكن نسقطها على واقع اليوم يوسق جماعة الخير من غر واقع الأمة أن في الأمر يتكرر التاريخ يعيد نفسه الساقي لن يعذون الإسلام والمسلمين يجمعيثا المبدأ القاعدة أمشره الدن إنسلما لذلك أبظن اليهود المسيحيون
المشركون وكذا كي مرة نكوني نظرة الإسلام تقرأ ذين نكوني ذات مثلا في الآدمية إن النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب المفروض ينسلم وليخد مال الحروب وكذا الغشي أسنفك الدعوة ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدلهم بالتي هي أحسن الإسلام غادي قار حمل ثكث خلقيث يكث خلقيث خطر الشركة الآدمية يكذر البناء من آدم عليه السلام بفثنا غيون يمثنا غيوث كلكم لآدم وآدم من طراب الشركة أكي قلقت في نظرة المسلم لغيره ماشي نظرة العداء والحقد خاطئ بل أن المسلم مأمور بدعوة الناس إلى الإسلام في سورة النحل الآية 125 رب غدي قار ادعو إلى سبيل ربك ثورا ساعات مثلا غلان دي الجالية جاليتنا مثلا الجالية المسلمة في أمريكا في كندا في أوروبا فرنسا بريطانيا وكل مكان ذين سلمن الله يبارك يخدم الدعوة ذينا وشحال الكفار يديك شمن غير الإسلام يجعل ربي السبا ذين سلمن يقصوا ذن الدعوة وشمن غير الإسلام والحمد لله ثورا كان في رمضان التفطقان صلاة التراويح وتلاوة القرآن ومجالس الذكر والدعوة والمحاضرات إلى آخره شحال من الكفار يديك شمن غير الإسلام وغندث مثلا عادي أليس كذلك أرثر أليسون بريطاني خطيه كاع الإسلام يشمد الإسلام موريس بوكاي كيف كيف قارودي فلسي عفو ربي روغي قارودي نعم دي يصدر في جايث دي 1985 إذا فيلسوف كاثوليكي ما عنده حتى علاقة بالإسلام إلا هذا شيوعي منظر شيوعي خذ من الناس الدعوة لم يغالي يشمد الإسلام يغالي ينسلم أمن ساعة من كوني لأن سجل ساعين المصري الله يبارك حقيقة نذكرهم بخير كانوا يمارسون الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن كما قررت ذلك سورة النحل الآية 125 ما انتهى هذا هو المطلوب ولكن سمح لي إذا لن ينسل من يدف كان يروا ذمة في الإسلام لن ينسل من سيران الإسلام يتخلقيه أن دايلا أتفضل كفر إلا نذينا مذعذ في الإسلام 100 كيلومتر ميولا ننسل من ذو غنى ذعذن 500 كيلومتر السبا ذي نسل من إدفكان يير أوذم في الإسلام فكي باش نتحمل المسؤولية يا جماعة الخير زين إلا ما تشيدين ننكر العنف لفيولونس الكره الحقد يا لطيف بالعكس لن ينسل من إسكرهن الإسلام ينسل من وأدي تقلبي ثعدا وثيرين سلمان أدي خدم إعذاون ذخل جين سلمان يتولين سلمان يلفنا كذي عذاونيس وكيش يلق مراجعة جماعة الخير هو ربي سبحانه يزرع كل شيء بشي ليلي سهل لجماعة الخير ربي سبحانه يعلم السر وأخفى ثقيم على مسؤوليتنا نحن كل يوم دهنغ أذي ولي أهطرى يزرع الحمالة نربي يقذ الإسلام تقولون نغي زرع الكرة تقولون ونغاون الشيخ جميل غازي فلنسي عفو ربي أسميك خدم المناظرة أكذ 12 قسيس 12 تزين القساوسة شمنا كل إسلام كل ملانة كل ملانة 36 ساعة حوار 36 فضانت تقريبا في 3 أيام كل يوم واس خدم من كونفرونطاسيون حوار 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 اسميك شمنا كل الاسلامي 12 اذا غادي 85 مزور ديك السن ايناس ثوري فانييد الفرق بين الخيط الابيض من الخيط الاسود الان تبين لي الخيط الابيض من الخيط الاسود اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ايميديوغال الجامع ينس في مصر الجديده فلسيا فوربي شفير الخطبه يخدم اي هضر ينسلم السقر أيها المسلمون أسلموا كي يسلم الناس السقر ينسل من شمد الإسلام يعني دي قرر فكت دو ذميلها وقيل معنى يس فكت دو ذميلها أيضا دنيا ولكن باش الدينير غسق دول الاثنين
نكوني ذي عذاون نكوني أنوالي آمش أنحارف كان في ديننا زورا زرما شو ظرم في النبي صلى الله عليه وسلم الرسومات اللي الدنمارك وكذا زرم سعن حقد فيه لأنه كذي عندهم هذا الحقد. لماذا؟ لأنهم يعتقدون ذلك عقيدة خطر نكوني نفكي السن يروذم باش نفهم سعدي سيركونستانس نسن إلا واندا نكوني ذي السبة نفكي يروذم ولا الله يبارك الدعاة أما ذي القزم أما تشولاوين لان كالغيث أينما حلوا نفعوا لن ينسلم أم ثقيثني بمان أن ذات غليث نفع الله يبارك لان الله يبارك كان دوذن ما شاء الله. لذلك أما الكفر لابد أن نؤمن وأن نعتقد بأن الكفر ملة واحدة. الفائدة السناث مبدأ الشورى كان حاضرا ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا في حياته وفي سيرته العطرة. الصحابة ناندوا ليش وكتشاورا أم نتسا إذا الرسول يزمر سينك ساغ ربي ساغ الوحي ساغ جبريل ورح وجه لذيون ولكن يتشاور وأمرهم شورى بينهم وربي الناس وشاورهم في الأمر. أم بعد صار هذا المبدأ قائما ثابتا في حياة المسلمين سورة الشورى كاملة خاصة الآية 38 وأمرهم شورى بينهم ثورة نطبق هذا على حياتنا. أهل طرائن سلمان يتشاور مشكلة كل يوم يزرع كل يوم يزرع في كل المشور المبدأ ميم ذي ثواشوت ولا شيء ذي الاستبداد ديكتاتورية كلش ذي نتساء في كل ذي رقاس يكون سمطوث وليس عن البوفوار تفضلت فيه واحد ذيم كل شيء أما ذي تجارة أما ذي لاجستيون بخام أما ذي زواج أما واحد أبارين بعد ولا حول قوة بالله تسيري دعوة السنة بعد سيبوسي تسيري الباطل يقول دخلت وشوت ما يظهر الباطل الديوغال دعوة السنة ما يوني ينسي واذو كل غاك ربي خطر التفضيون محقور دخلت وشوت محقورة يعني دفلس الباطل ذي فاسني سير ربي سبحانه من بعد أدغلي ذي المصيبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. إني غدا وأنا جايث مثلا باش هذا نزر باللي الباطل ذيريث الظلم ذيريث داخل تواشوت داخل بذروم داخل تدارث داخل العرش داخل الإدارة لادمينستراسيون داخل لاجستيس داخل ديم كل ما داخل البرلمان السلطة التشريعية السلطة إذا قادم شوارد إما إلى طاق على من طاق ولي ساعة البوفوار اللي خدم الرئيس سي بور سا الأمة وهنا راه جماعة الخير ثقي من الأمراض نتاع الأمة غياب الشورى انعدام الشورى أحيانا ضعف الشورى أحيانا أخرى في كذاكي عيوب وأمراض ومخالفات شرعية خطر المخالفة الشرعية ماشي كان لما يجيون يخدم الربا لما كرمكم الله سوى شراب في كذاكي مخالفات يقينا لا المخالفات النظام سي كذاكي الاستبداد. لذلك ساقي والذ الأمة أقل ونهنا والله مثلا من الأمة يثمث لاز الميزيريات المحقرانيث الحروب الجراث ذمم تزند كل مكان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يطبق مبدأ الشورى وأمرهم شورى بينهم. والثلاثة الحكمة ظلة المؤمن الفائدة في الثلاثة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم استشار سلمان الفارسي ويفكد كنا إذا خفنا الخيل خندقنا حول أنفسنا إذن حفر الخندق الفكرة وتسيلة سلمان أن ستدي بي سي فارس والحكمة ظلة المؤمن معنى الإسلام هي قرار الديث ثبورة الديث الضواق أندى ثفم الفايدة ويثتيد ماشي لقد سيدي كان سجن سلمن ولو كدو سيدي أدى الكفار مرحبا بها حكمة. سيدنا عمر بن الخطاب ذي الخلافينس اللات الأمور إذ يبوي أندى النظام سي فارس مثلا للدواوين ذي كذا الأمور الإدارية
لذلك اللي يقولنا العالم اسمه محمد بلتاجي رحمه الله، خدمت كتاب رائع في السياسة سيدنا عمر الخطاب، السياسة الشرعية. وكذلك محمد سليمان الطماوي من الرجال الذين جمعوا بين الشريعة والقانون، أيضا خدمت كتاب في السياسة عمر الخطاب في الأمور الإدارية في السياسة الشرعية. إن كي لوين ديبوي سي ثمورا نيض سي الجناس وياض، ماشي للعيب ماشي للعيب. أتظن يكون تاجر صناعي يفغر برا يبيد تجارب الغير نورمال. الحكمة ظلة المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها. لذلك هذه عبرة ودرس نستفيده من غزوة الأحزاب التي سميت بغزوة الخندق نسبة إلى الخندق اللي هي الفكرة جاءت من سلمان الفارسي ونسي بوسيد سي فارس، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أندث الفايدة مرحبا لا سلام. الفايدة 4 مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق في حفر الخندق. كان يحفر الخندق يخي ربي الناد في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقيت السد في سورة الأحزاب، كان سورة كاملة اسمها سورة الأحزاب الآية 21 وبعد الآية 12 مثقل 21 21 مثقل سؤال 12 يهضر ربي في المنافقين كشف حقيقتهم. شوفوا ثلاثة الآية 21 في سورة الأحزاب أسم سلاي أو في القدوة الحسنة للنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يحفرون الخندق بظن فان اعترضتهم واحد الصخرة فزروت تمقرانت وسزمينا الصحابة بقوة أجسادهم وتفانيهم وتضحياتهم وعلو همتهم ما قدروش يكسروا هذيك الصخرة فزروت وسزمينا صرزم. سولني النبي صلى الله عليه وسلم ناس يا رسول الله ثانو فدا وكور ذا مقران فزروت وسزمينا يبيض المعول أي الزين الناس بسم الله الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام. ذي الوقت من المحنة أحفر الخندق قاعدة وثن قرب دياوض إلى آخره في عز الأزمة كانت له همة وكان ويزرع الأمل ولو اجتمعت عوامل اليأس. ذي الوقت الناس قال بسم الله الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام. يوف كاستيثا ثلث تزروث من صخرة يرز لانتيا يعاود إناس الله بسم الله الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس. أمشي تخمم فارس نكون أقل هذه السلاف بضرة سيقار الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس. يعاود في الثلاثة ضغط الرزاق إناس الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن إلى آخر الحديث. إيه وراه موجود في البخاري هذا الحديث مفصلا ذكرت فقط الملخصين. ذاك نأخذ عبارا كثيرة من هذه العبر. العبرة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام ماشي كان ذي الظالث ميم ذي الحيف نظام إلا وفام الصخرة وسزمينا الصحابة لجأوا إليه. روح النبي صلى الله عليه وسلم يسألني خاطيني معاون في الناس يروح يروح يرفض أي الزيم المعول وشارك الصحابة في كسر هذه الصخرة التي استعصت عليهم واعترضتهم كما ورد في كتب السير. الحكمة النظام نستفيدها من هذه العبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده أمل في الله عز وجل ربث ينصر يزرع وما النصر إلا من عند الله. الحكمة النظام عنده ما يسمى بلغة العصر نظرة استشرافية مستقبلية يعني تولي غرزداف إلى ساقي مراكز ومقار مراكز الدراسات المستقبلية تفضل مركز أدو يجمع كبار المفكرين يقارن غرزداف يتولي غرزداف ماشي كان زداد السنة غرزداف
دراسة تاع 20 سنة القدام 40 سنة 50 سنة ذاكين من كنين وجهوا شبابنا أسيني شباب أي غرس تخمي مالا دراسة المستقبل أي غرس تدير دراسة إتود دي روشيرش 30 سنة أمكثيلي الجزائر بعد 30 سنة بعد 50 سنة كل يوم ديال الدومينينس وكيدير البترول بعد هذا مي يروح على البترول لكن بعد مي أمشي الله السنة كيف سديت نتمطوط الله يذكرها بالخير وذاك اللي تيزي وزو ذاك يوم بمكان والسعر تريسيتي وليش خاصنا تريسيتي أمشي صدوي السنة الطاقة الشمسية تصمت أذكرها بخير في هذا المجلس المبارك السنة كي الحوص طاقة شمسية اختار قاعد ديال المروك ثورة خدم من اختيار عني من القرآن قال في ولا الطاقة الشمسية في فلاح ذي 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 الصناعة ذي كل مجالات إيه المزيد نغم الشيء ذي جنة كل شو ألاقي أروح الدوار الحال من زمن أم كار المهود أهود وثي كورسي اسم الدين وسلت أهود إجوارا مريلي سيسم الدين ذي وقي إجوارا خطر ذي وغال أهود مقدس الإنسان يختفي وراء النص المقدس ويدمر به تدميرا لأن الإسلام يبني ولا يهدم يجمع ولا يفرق يؤلف ولا يشتت يرفع ولا يضع يقدم ولا يؤخر مفهوم تقال مقاصد الإسلام لا تنكر ذا المحال لا يمكن تقال مقاصد كبرى بمن يغلغ الحياة نغنى في كوال الأزمات والمشكلات نصنعها ونتفنن في صناعتها لذلك لازم مراجعات هذه الرسالة هذه النظرة النقطة الخامسة إبراز حقيقة المنافقين وإذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا في سورة الأحزاب الآية 12 الآية 12 الآية 21 في النبي صلى الله عليه وسلم قدوة العليا في ستة تثبت النبي صلى الله عليه وسلم على بالك في خضم غزوة الأحزاب يسد خبر نقض بني قريظة اليهودي للعهد الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لتحطيم معنويات المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أربعة من الصحابة سنذكرهم شرف اللقاء القادم أقول يشجع من أجل التثبت وثقي ذا غنظر ذا غزوة بني قريظة في حلقة من الحلقات في السبعتين جاروث مشروعية الدعاء والتضرع النبي صلى الله عليه وسلم أسمي اتخذ كل الأسباب نتاع مصر في غزوة الخندق غزوة الأحزاب إرفف أسنسي ربي سبحانه أسقر اللهم منزل الكتاب سريع الحساب أهزم الأحزاب اللهم أهزمهم وزلزلهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل ويتضرع إليه فقد نظرا فائدة كبرى غسل عبد يخدم كل الأسباب أذي دعو رب سبحانه خطر الدعاء هو العبادة أكد النبي عليه الصلاة والسلام وفي رواية أخرى إناد الدعاء مخ العبادة فنادم مخدم كوين ويزمر فزمر ثيس أذي يرنو أذي دعو ربي أم ثور يكون من فكتا ظليف نزور من الزور دنيني أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا خلق لغن ظل ولكن باش ذو رب ذي قفل أذي ذو رب ذي انصر أويني قارن أذي غر وذي ذو ربي أويني خدم تجارة أذي خدم تجارة وذي ذو ربي ويني خمسة فلاح ويني خدم يك أكل من الله تعني خمسات والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا باش تكون الصلة تاعنا دائما بالله كبيرة ودائما نتضرع إليه وندعوه وهو الذي وعد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم جميع الحضور ربي يجزيكم خير الجزاء ونشرفني في ربي ثم عشت لي سر ثلاثة السر وديو ربي شفاء إيموضان وديو ربي إن شاء الله السر في سر أكل من الله الإخوة القائمين على التسجيل والتصوير جزاهم الله خيرا على كل ما يقدمون نسأل الله عز وجل دوام النعم وتمامها
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم غير حال امتنا الى احسن حال، اللهم احفظ بلادنا الجزائر من كل سوء وسوء وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وان الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم انا نسالك التقى والعفاف والغنى، اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم نلقاك، اللهم استرنا فوق الارض واسترنا تحت الارض واسترنا يوم العرض، اللهم انا نسالك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان، فأعنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.